العربيات اليوم تتحدث عن الزيارة الثانية للرئيس سعد الحريري إلى دمشق واجتماعه بالرئيس الأسد وتوضيح الصورة بالنسبة إلى المحادثات المتعلقة بإعادة الحياة إلى والروح إلى العلاقات بين البلدين. بالطبع هناك خطوات كثيرة لابد منها، إنما ما تحقق حتى الآن في اعتقاد الكثيرين من المراقبين والمتابعين لهذه المحادثات ولهذه الاتصالات بين البلدين يعلقون أهمية كبرى على مواصلة ومتابعة الزيارات والمحادثات لما في خير البلدين، ويأملون أن تكون في النهاية العلاقات بين بيروت ودمشق هي علاقات فعلا أخوية ومتينة وراسخة ولما فيه مصلحة البلدين بكل المجالات وعلى كل المستويات.